هنا؟ ما شبا روح جبت التحاليل والله من الدكتورة وقالت لي العيب منك انت. الدكتورة قالت لك العيب مننا؟ اه والله. تحاليل من المعمل دي جبتها؟ من المعمل المختبر يا دكتور. متأكد؟ اه والله. حتى لما جوزتك صغير مشيني الهم. دي آخرة البرجوانة والبنجول بتشربوا مع العيال. اوعى يكون قلت لمرتك عشان تفضحنا. لا والله هي في بيت ابوها. بيت ابوها؟ اه بس انا خايف تكون تاخذ التحاليل من البيت وتودينا الدكتور مراد. لا هندفنها التحاليل، هيعايرونا لو عرفوا انك انت مش بتخلف الناس هتعايرنا. هات هات خلي اكلمه وري، هات التليفون. اقعد اقعد فجر. اوعى تقول لحد. لا لا الناس هيعايرونا الناس. هات لي رقمها. انت يعني انا بعرفها اقرا يعني تعرفني انا مدير. هات لي الرقم بتاع الحشيش واصحابه. روح القى لك ملقى كده ماشي بقى عشان اعرف اتكلم. الو ايوه يا ورده، ايه عامله يا بنت اخوي؟ كويسه الحمد لله تمام والله. بقول لك خدي لك جنب كده، عايزك في كلمتين جدع بنتي. خدي لك جنب. عمك عندك وابوك ايه؟ طب خدي لك جنب، عايزك في كلمتين سر كده. بقول لك الواد نوبي جاب التحاليل من المعمل دلوقتي والدكتور قال له انه تحاليله 100 100. قال له لو اتجوزت بكره هتخلف. اه وتحاليلك انت جبناها، بس هو قال له انت تمام التمام، هالتحاليل قدامي. اه التحاليل قدامي. اه قال له بصي اه قال له تمام انت التحاليل عندك والسرعة تمام التمام. اه بصي يا بنت انا هقرا لك التحاليل عشان برضو تصدقيني. الحركة 8 مليون اكس 1 سامسونج جالاكسي اس 2، والسرعة واي فاي 8 جيجا اكس 1. دي تحاليل ولد يعني نظيفة خالص. تحاليلك انت بس هي اللي فيها شوية مشاكل كده. العيب منك يا بنتي، مش العيب منك يعني كل حاجة ولها علاج. لا انت عندك حاجه اسمها البلود يوريك والسيرم يوريا واليوريك اسيد عالي عندك يا ورده. طب يا بنتي يعني ما هترجمه لك ازاي يا بنتي؟ يعني انت بتفهمي عربي لما تفهمي انجليزي يا ورده؟ عايزه لازم تعرفي بالعربي يعني ايه ده؟ يعني الترموستات ملتهبه عندك يا ورده، الترموستات بتاعتك ملتهبه شويه. ما تبكيش يا بنتي، يعني هو اللي خلف العيال عملية؟ ما تبكيش، اللي خلف العيال عملية، ما هي اللي جبته بعد 20 سنة، يعني ايه عمل لي ده؟ بس أهم حاجة جدع بنتي الموضوع ده يبقى في السر. أنت عارفة مرت أخوكي بتكرهك، ولو سمعت هتعايرك هتقول لك يا قليلة الخلفة يا اللي مش بتخلفي. فيا ريت يا بنتي الموضوع ده يبقى في السر. لا ابوكي ولا امك ولا حد، وانا ان شاء الله اول ما ابيع الجاموسه هاخدك القاهره ان شاء الله واعمل لك اطفال انابيب. انا الدكتور قال له اتجوز، قلت له ورده ما نقدرش نفرط فيها برضو 10 لنا 5 سنين يا بنتي. ما تبكيش يا بنتي عشان ما حدش يشوفك تبكي وتفضحيناش عاد. طيب خلاص يا ورده، ولما تاجي كده يا مسهل. يا بنتي العيب منك يعني العيب منك دي حاجه بتاعت ربنا. التحاليل عايزاها؟ لا التحاليل بخلوها في المعمل، بيرجعوها المعمل تاني. رجعها المعمل. ماشي يا ولد حبيبي، لما تاجي بس افهمك انا. يلا مع السلامه عشان بحش لي شويه حشيش للبهايم. ماشي يا حبيبي، يلا بقى مع السلامه. خذ يا تعال. ايوه بقى عارف ما حد يسمع في البلد. العيب منك ومش العيب منك، وانت عارف بلدنا بتاعت كلام وحديث. بكره تتكلم لك كلمتين مع حد على القهوه هيقول لك روح يا دي اللي مش بتخلف. خلاص حاضر بقى.
ما تجيب السيره انا بتاعه وتفل لي التحاليل دي روح. حاضر ابا. واذا سالت اقول لها ابوي وداها المعمل. حاضر ابا. خلاص ماشي ابا. يلا توكل على الله لما نشوفك تلفه. سلام ابا. يلا توكل على الله غور ماشي ابا.